تركيا وروسيا وأوكرانيا، الكنائس الثلاث والصراع المقدس. في تركيا كنيسة القسطنطينية، وهذه الكنيسة تاريخية. لو رجعنا لورا شوية أو قبل ما نرجع لورا شوية، الكنائس المسيحية ثلاث. في الكنيسة الكاثوليكية اللي هي رئيسها بابا الفاتيكان، وفي الكنيسة الأرثوذكسية، ودي عدة كنائس. زي مثلا في مصر الكنيسة القبطية المصرية هي كنيسة أرثوذكسية، وقداسة البابا تواضروس هو بابا الإسكندرية. في الكنيسة الروسية في كنائس أرثوذكسية أخرى مثل التي في القدس أنطاكيا، يعني أكثر من كنيسة أرثوذكسية في العالم. في بقى الكنائس البروتستانت، يبقى إذن كاثوليك أرثوذكس بروتستانت. البروتستانت اللي هي الدول الثلاثة القوية في الغرب، أمريكا بروتستانت أغلبية يعني، بريطانيا بروتستانت، ألمانيا بروتستانت. الكاثوليك بقى إيطاليا، فرنسا، أسبانيا، البرتغال، أمريكا الجنوبية، دول كاثوليك. يبقى إذن الكاثوليك والبروتستانت. نتكلم بقى النهاردة على الأرثوذكس. ففي كنيسة القسطنطينية زمان كانت المنطقة دي بيزنطة بتحكمها، وسنة 330 الإمبراطور قسطنطين نقل العاصمة من روما، كانت عاصمة الإمبراطورية، نقلها إلى القسطنطينية سنة كام؟ 330 ميلادية، وبقت مركز المسيحية. يبقى إذن عام 330 ميلادية عاصمة المسيحية في أوروبا انتقلت من روما إلى القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا، من روما إلى القسطنطينية. عد بقى 700 سنة، تعالى عام 1054 ميلادية، حصل بقى انفصال وانشقاق كبير جدا بين كنيسة روما وبين الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية. انشقاق، الأول كان تم نقل العاصمة المسيحية من روما إلى القسطنطينية في عهد الإمبراطور قسطنطين، قعدوا كده 700 سنة، لكن في عام 1054 تم الانشقاق بين روما وبين القسطنطينية. ومن وقتها الكنيسة الشرقية على خلاف مع الكنيسة الغربية أو الكاثوليكية مع الأرثوذكسية. نيجي بقى كنيسة القسطنطينية، مشيت بعد كده شوية، وفي عام 1453 سقطت القسطنطينية وتم فتح القسطنطينية من قبل العثمانيين. لكن استمرت الكنيسة بعد كده بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس، وهي الكنيسة الرئيسية في تلك المنطقة أو في الشرق الأوروبي والأسيوي. هذه الكنيسة، كنيسة القسطنطينية، هي اللي بتعين المسؤولين في كنيسة روسيا، وكذلك كنيسة أوكرانيا، وكذلك كنيسة سلوفاكيا وتشيك، يعني أكتر من مكان يتم التعيين من كنيسة القسطنطينية. كل دول يتبعوها، تشيك وسلوفاكيا وأوكرانيا وروسيا وأكتر من مكان، كل دول يتبعوا كنيسة القسطنطينية. لغاية القرن الستاشر استقلت كنيسة روسيا عن كنيسة القسطنطينية، وبقى بتتبعها سلوفاكيا والتشيك وأوكرانيا ومناطق أخرى. جم بعد كده في القسطنطينية ادوا الاستقلال لكنيسة سلوفاكيا وكنيسة التشيك، فبقيت أقوى كنيسة تابعة هي الكنيسة الأوكرانية تابعة للروسية. لما الروسية استقلت في القرن 16 و 17 كانت أوكرانيا تابعة للروسية حتى الآن 2018. ما الذي يجري الآن عشان ما نتوهش مرة واحدة؟ احنا قلنا التاريخ 330 نقل العاصمة من روما إلى القسطنطينية، 1054 انشقاق بين روما والقسطنطينية، 1453 العثمانيون يفتحون القسطنطينية اللي بقت بعد كده اسطنبول اللي هي كانت عاصمة الدولة العثمانية لقرون طويلة. إنما بقيت الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية، بدأت تدي استقلال لبعض الكنائس، أبرزها أقوى كنيسة الروسية. لما استقلت الروسية
كانت الكنيسة الأوكرانية تتبع الروسية. فدلوقتي 2018 ما هو الوضع؟ كنيسة القسطنطينية عندها بيتبعها 300 مليون، كنيسة روسيا يتبعها 130 مليون. في إطار بقى الصراع السياسي دخل الدين في الصراع السياسي. فالاتجاه دلوقتي إن كنيسة القسطنطينية تدي الاستقلال لكنيسة أوكرانيا نكاية في الروس بعد المشاكل الأوكرانية الروسية، والروس مستائين جدا من هذا الموقف، والرئيس بوتين بيرعى الكنيسة وقريب جدا منها، والكنيسة أيضا قريبة منه بيعتبرها جزء من هوية الدولة الروسية المعاصرة. فبطريرك روسيا ضد قرار أو اتجاه لقرار في القسطنطينية باستقلال أوكرانيا مسيحيا، وشايف أن لازم تستمر أوكرانيا تتبع مسيحيا كنيسة موسكو، إلا أن يبدو القسطنطينية مصرة تمشي في هذا السياق. رأي روسيا ده إدخال للصراع السياسي والمعارك السياسية في قضايا دينية خلافية، وأن بدل ما يتم توحيد العالم الأرثوذكسي يتم تقسيم العالم الأرثوذكسي، وأن ده موقف سياسي من روسيا مش موقف روحي تجاه أوكرانيا. مظاهرات بقى في أوكرانيا من أجل استقلال الكنيسة، مظاهرات في روسيا من أجل عدم استقلال كنيسة أوكرانيا. وبطريرك القسطنطينية تكلم مؤخرا وقال في عزة الأحد إن هو ممكن يسمح، ويتجه إن هو يسمح باستقلال كنيسة أوكرانيا عن كنيسة روسيا مهما كانت الضغوط الروسية. بنتكلم على موضوع بدأ دينيا انتهى سياسيا، وإن الصراع بين روسيا وبين الغرب حول المشاكل في أوكرانيا وبعد ضم شبه جزيرة القرم لم تتوقف هذه المشاكل عند السياسة، وإنما ذهبت إلى الدين وإلى قلب الكنيسة. ودلوقتي الغرب بيتجه إلى فصل كنيسة أوكرانيا عن كنيسة روسيا، وبالتالي إلغاء التبعية الروحية الأوكرانية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه هنشوف الأول الكنيسة الأوكرانية وهي بتدعم استقلال الكنيسة الأوكرانية عن الكنيسة الروسية. كده الكنيسة الأوكرانية عايزة تستقل عن الكنيسة الروسية بدعم غربي في مواجهة سياسات الرئيس بوتين وموسكو. إنما دلوقتي هنشوف إن في موسكو مظاهرات وصلاة علشان خاطر ضد انفصال الكنيسة الأوكرانية عن الكنيسة الروسية. الدين والسياسة معاً.